نتكلم فنيا هنقول النادي الاهلي بشكل سريع جدا عمل لقاء قوي جدا. النادي الاهلي يعني فريق محترم اكيد، وفريق من الفرق اللي عامله سكور عالي جدا في الدوري السنه دي. في علامات استفهام دايما على ادائه خارج يعني الكره المصريه، منها صعوده طبعا بصعوبه جدا من السودان، ثم بعد كده المنافسه مع نادي الزمالك على السوبر وخسرته. عايزين نقول النادي الاهلي فرقه تقيله جدا، ولكن يمكن قراءته للقاء امام نادي الزمالك كان خاطئه شويه، بالاخص من فايلر المدرب النادي الاهلي. ممكن يكون شويه كان الغرور واخد لعيبه النادي الاهلي على اعتبار ان هم يعني بلغه الكوره دايسين في الدوري بشكل كبير. لعيبه الزمالك محظوظه انها نفسيا كانت عاليه بسبب فوزها طبعا على الترجي 3-1، ادى اللعيبه ثقه ثانيه رجعها للصوره بشكل كبير. حتى الجماهير زي ما بقول لك يا اسلام كانوا في الشوارع، يعني مش هقول لك مثال غير اخويا اهلاوي جدا جدا جدا. فانت بتعملي ايه؟ انت بتطلعي لايف وتتكلمي ليه وتقولي ويعني تتوقعي ليه فوز الزمالك؟ احنا هنكسب. هي كانت ثقه فعلا، ثقه مفرطه جدا من جمهور النادي الاهلي ولاعبته ومجلس ادارته. يعني هو كان المنظومه كلها واثقه، فرقه لعبة 15 ماتش في الدوري العام كسبها ال 15 كلهم. أيوة. متوقع انها تقابل الزمالك، الزمالك يعني شويه في الدوري مش ماشيه معاه نتيجه اسباب او باخرى. فاللقاء كان قبل اللقاء على فكره لو الزمالك ما كانش كسب الترجي كنا ممكن نقول فعلا اللقاء دوت يعني كفنيا مش متوقعين ان هو يعني يكون بشكل كبير، ولكن الزمالك محظوظ ان هو عاد للصوره عن طريق فوزه طبعا، ولكن هو محظوظ في التوقيت، ولكن مش محظوظ طبعا بالاداء او باجتهاد اللعيبه. اللعيبه اجتهدت بشكل كبير جدا، عادت للصوره بشكل كبير، الثقه رجعت للعيبه كبيره زي فرجاني ساسي زي بن شرقي. فطبعا شابوه لعيبه نادي الزمالك وهارد لك للنادي الاهلي.